مساء الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ توحشونا من السبت للسبت. النهاردة احنا معاكم، معانا حلقة مميزة قوية جدا منتظرينها، وشايف السوشيال ميديا ناس كتير قاعدة مستنية النهاردة الحلقة بتاعت النهاردة مع ضيوفنا المميزين. ظهور حصري، ظهور مميز معانا النهارده ضيوفنا، فانتظرونا. خلينا الأول نصبح على زميلتي العزيزة أستاذة بيري. ازيك؟ صباح الخير يا عاملة دكتور. ايه؟ جمهورنا وحشنا جدا جدا. وزي ما قلت كل مره وفي كل حلقه احنا بنقعد نحضر لهم الحاجات اللي هي المواضيع اللي هي تهمهم واللي بيبقوا قاعدين مستنيينها بشغف جامد قوي. النهارده هدخل في الموضوع على طول. طبعا احنا عارفين ان المراه قدرت تحتل مواقع كبيره قوي دلوقتي وقدرت تاخد مناصب قويه جدا، لكن في ظل مجتمع ذكوري للاسف لسه في ثقافه. اعترض من لا اولها. طب اكمل. لا مش هكملي. مش هكملي. اعترض. احنا مش مجتمع ذكوري. احنا السبوت كان بوجه عام متركز على خلال الفترة اللي فاتت على بعض الاحداث السلبية وعلى حوادث فردية كانت بتحصل. تمام. فاحنا نشدنا ناس كتير سواء على السوشيال ميديا او على الميديا عموما بكل انواعها، ان احنا نفلتر الخبر. تمام. بشكل جيد ونوجهه للمشاهد بشكل جيد ونوجهه للقارئ بشكل جيد، وبعد كده نمسك اسباب المشكله. وده اللي خلانا لو انت طلعنا وعملنا البرنامج ده. تمام. ان احنا نمسك المشكله. لا ما انا عارفه. تقوليش بقى مجتمع ذكوري تاني. كملي. تمام. بلاش مجتمع ذكوري، في ثقافه معينه لبعض الرجال. حلو. تمام. حلو كده الاسلوب. انا كده مرضي. في ثقافه معينه لبعض الرجال بيتعاملوا مع الست على انها كائن ضعيف للاسف. فاحنا دلوقتي عايزين نوصل رساله. في مبادرات بتطلع دلوقتي ممتازه جدا بتتكلم عن حقوق المراه، بتوعي المراه. ففي مبادره للكاتبه صحفيه اسراء عبد الحافظ. طيب. قبل ما ناخدها على معانا كده على الخط، خليني كده ايه معانا تالت في الاستوديو. تفتكروا معانا مين؟ لا دي معانا النهارده استاذ محمد الدالي، بلوجر وانفلونسر على السوشيال ميديا، شخصيه مميزه جدا. حد بقى دغري بيجيب من الاخر، كلماته في الصميم. تعالوا نصبح عليه سوا عشان برضو يبقى معانا حاضر المباشر. استاذ محمد عامل ايه يا باشا؟ منور الدنيا كلها، مشرف الاستوديو. ربنا يخليك يا عبير. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. تعالي بقى معاكم مبادره اسمها ايه؟ انت اقوى قد التحدي. الله. تمام. تصدقي الاسم مميز جدا. اسراء بتقول في المبادره دي او بتنادي او بتناشد ان الراجل يبقى راجل ليها مش راجل عليها. جميل. الراجل دوره ان هو يحافظ على الست، يحافظ على بنته، يحافظ على مراته، يحافظ على امه. جميل. ان الراجل لازم يحتويها. طبعا الاحتواء والكلام ده كله من تخصص استاذ محمد الدالي، هو اللي هيشرح لنا الكلام ده. بس انا عايزه بس اوجه شكر ليها الأستاذة الباحثة في العلوم الاجتماعية إسراء عبد الحافظ. أول حملة هتعملها في المبادرة اللي هي احميها. تمام. بس عشان ما اخدش وقت أكبر، أنا عايزة أشكر أول الداعمين للمبادرة، الفنان عبد الرحيم حسن والفنان قيس عبد الفتاح والفنان الكبير محمد صبحي ودكتور تامر الجنايني مرشح مجلس الشعب. انا بشكرك يا اسراء ان انت بتقدري تدعمي المراه. طبعا انا معاكي واقول لا للتحرش، لا للزواج المبكر، لا للختان، لا للعنف ضد المراه. بس هو طالما طبعا ذكر اسم الفنان التربوي في المقام الاول، اللي انا يعني بتمنى وبوجه له رساله من هنا تحيه، وتحيه على ان احنا كلنا تربينا على القيم التربويه الجميله. كبير وصغير، حتى الكبير كان بيقعد يا استاذ محمد يستنى الحلقه بتاعت المسلسل حتى يوميات ونيس. وحضرتك تقدم كمان المبادره بجزء من والمسرح الجميل وكل الحاجات الجميله بدعم المراه فيها قوي. فاحنا بنوجه له التحيه، واحنا كمان بنتمنى ان شاء الله ان انت تكون إن معانا هو استاذه اسراء في يوم ان شاء الله يشرفونا فينا في الاستوديو، ويبقى معانا استاذ محمد برضو على راسي معانا في الموضوع ده عشان على راسي في اي وقت. والله عامل ايه يا استاذ محمد؟ الحمد لله حبيبي. اخبار الدنيا كله زي الفل. ايه الحكايه؟ السوشيال ميديا والعيال شغالين على تيك توك والكلام ده كله. والله موضوع السوشيال ميديا ده كارثه بالنسبه لي. يعني انا لسه كنت بتكلم معاك بره دلوقتي ان احنا وصلنا لمرحله ان السوشيال ميديا بقت بتصدر لنا ناس غريبه.
جدا. واللي بيساعدهم على كده للأسف مجموعة من المخرجين ورجال الأعمال اللي بيبدأ يصدرهم للناس على إن دول يعني دول قدوة في المجتمع يعني. فأنا الصراحة مستاء جدا، ويمكن أنا كتبت أكتر من بوست عن اختيارات رجل الأعمال أحمد الحشيمة في إدارة الأعمال. طبعا يعني ما أنا النهاردة أصلا خلي بالك يعني هو الموضوع تبرز خلال الفترة، إحنا كنا قاعدين مخنوقين أيام الكورونا، فالموضوع اتصنف في الإطار. حتى أنا تواصلت مع بعض الشخصيات على التيك توك وغيره من المقدمين أو منشئين المحتوى، وعرفنا أن الموضوع ده أصلا المفروض أنه في مصر بيخضع لقانون أن من بعد 9000 متابع بيخضع لقانون تنظيم إعلام أو غيره. طبعا في ناس أدرى مني في الموضوع ده، بس أنا عارف أن كل حاجة بتكون منظمة. طيب في سياق الكلام، هو أنتوا بتقدموا إيه؟ قالك إحنا بنحاول نقدم حاجة من اللايت كوميدي عشان تفك الجو، بس الموضوع ان العيار فلت وملهاش هدف. بص، لو لايت كوميدي مش هيوصل برضو حجم الريتش والتفاعل زي ما بنشوف. يعني قصدك يعني المحتوى، تعالى النهارده اكلمك عن مجموعه من مشاهير السوشيال ميديا اللي بيقدموا محتوى هادف، وشوف التفاعل عندهم على الاكونت قد ايه مثلا او على الفيديوز بتاعتهم، وشوف زسيم على الناحيه الثانيه التفاعل بتاع الناس اللي بتقدم محتوى مش كوميدي، لا ده محتوى هابط. والدليل على كده ان احنا بدانا ريسنتلي، يعني الحكومه بدات تاخد اكشن ضدهم، ان هي بدات تقبض عليهم. بالزبط. ده خط كويس جدا ولاين كويس جدا بداته الحكومه، انا الصراحه بشكرهم جدا عليه. مباحث الانترنت قايمه بدور قوي جدا، ولكن لا احنا لسه عندنا تاني. يعني مش شرط انها بتقدم محتوى هابط يدعو لحاجات غلط ان انا امسك دي بس، لا ما في ناس بتنصب على السوشيال ميديا، في ناس أثير أخيرا عن مجموعة من الناس بتحتكر مجموعة من الأدوية، لحد وقتنا هذا لم يتخذ أي إجراء قانوني ضدهم. مفيش غير أن الأستاذ أحمد أبو هشيمة هو شال بس الشخص اللي كان رايح في إدارة الأعمال من الحملة الدعائية بتاعته. فالقصة كلها بالنسبة لنا يا جماعة بلاش تصدروا للناس أن ده المستقبل. يعني ما هو النهاردة لما شاب صغير طالع عنده 18 او 19 سنه وداخل خلاص هيدخل كليه، فانت النهارده هتقول له عايز تخش ايه؟ طول عمرنا لما حد بيسالك تقول له يقول لك طب، او يقول لك هندسه، او يقول لك شرطه، او يقول لك كليه حربيه. النهارده هو شايف بقى موديل قدامه 21 سنه 22 سنه راكب عربيه اخر موديل، وعنده مصنع، وعنده الكافيهات بتاعته، وعنده الكارير بتاعه، وعنده الفلوس بتاعته. طب انا هجتهد ليه؟ انا ليه اصلا ادخل كليه طب بقى واقعد لحد 26 سنه 27 سنه وادخل ضابط كمان في الجيش 3 سنين، فاطلع وانا عندي 30 يكون هو اصلا بقى عنده 10 20 مليون جنيه. الموضوع بالنسبه لنا ملوش علاقه بالفلوس نهائيا. يعني شباب، لان في مجموعه من الناس بتطلع تقول لك ايه انتوا بتحقدوا عليهم عشان معاهم فلوس خالص. طب ما في ناس تانية اوريدي عملت فلوس وبتقدم محتوى محترم وعمرنا ما اتكلمنا عليهم. طبعًا. ولكن انت النهارده، انا عمري في حياتي ما اتكلمت على اكس او واي او زد قلت ده وحش الا لما بدا الناس تطلعهم في المجتمع، اطلعه اقول ده قدوه، فبتدي رايك طبعًا. يعني دي حريه ابداء الراي هي مكفوله لاي حد. يعني انت بتقدم محتوى هابط فانت حر تماما في اللي بتقدمه، وانا ماليش ان انا اكونسرن عليك او ان انا ابدي اي اعتراض عليك. صفحتك، الاكونت بتاعك، انت اعمل اللي انت عايز تعمله. طيب لما يبدا منتجين ومخرجين يطلعوا ناس زي دول في المجتمع، فخلاص انت وصلت مسج للاطفال الصغيرين او الشباب الصغير عايز تتشهر اعمل زيه، يبقى ده القدوه بتاعتك بس خلاص. تمام. لكن طول ما هم محدش بيبرزهم في المجتمع اعمل اللي انت عايزين تعملوه، ما عندكش مشكله خالص. بالظبط. ارقص واطلع واقلع واعمل كل اللي انت عايزه. ترجع بقى ايه لثقافه الشعب؟ ما هو للاسف هو ما هو انت حتى ثقافه الشعب دي ليها ناس بتقود. فانا النهارده لما واحد زي اكس او واي او زد لما بشوفه خلاص انا عديت على صفحته ومشيت. انا ما اعرفش هو عمل ايه، لكن لما يوصل ان مخرج يطلعه في فيلم ايوه يبتدي هنا ده بقى راسه براس مين؟ يعني ده بقى راسه براس ناس كبيره. انت فاهمني؟ لما يبدا رجل اعمال يجيبه ان ده مثل لرياده الاعمال والبيزنس، وهو اصلا كان طالع بفيديو ولابس فيه مش عارف ايه او 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 لا طب ايه ده انا بالنسبه لي بقى دي كويسه قوي. ده انا 21 سنه وهتشهر وهعمل حجم فيوز محترم وهاخد فلوس من يعني من اليوتيوب وهاخد فلوس من التحول من اللي هو دي اللي كنا بنقول عليه. التحول من فتره كورونا
قاعدين، فكان الاول التوجه للنجم الكبير اللي مشرف مصر طبعا في العالم كله، نجم محمد صلاح. فكان كل الاولاد نفسك تطلع ايه؟ ده يدرس. اه صدقني محمد صلاح لازم يعني مش يتعمل له كتاب، يتعمل له كتب في الاجتهاد. بالظبط. شوفوا يا جماعه كان فين وبقى فين. بالزبط. وربنا سبحانه وتعالى جابه فين. لا راح اهلي، خد بالك، لا راح اهلي، لا عدى على اهلي، ولا عدى على زمالك، ولا عدى على اسماعيل اللي هم الثلاثه الكبار في مصر. ما عداش. ده هو طلع من المقاولين على فين؟ بازل السويسري. بالظبط. تمام. شوف اللي يعني سبحان الله ترتيب حياته مش ازاي. وعايز اقول لك على حاجه بدون ذكر اسماء، ده في رؤساء الانديه كانوا بيقول لك محمد صلاح لا يرتقي انه يلعب في اكس او في واي او في زد. يعني فانت متخيل النهارده محمد صلاح وصل فين؟ بالزبط. فده سبحانه وتعالى. شوف محمد صلاح كان بياخد كام لما كان في دوري الدرجه الثانيه وكان في المقاولين، شوفوا كان بياخد كام والنهارده بيعمل ايه. طب شوف بعد ما ربنا كرمه. حوارنا دخل في الكوره وانا ما بحبش. دخل في الكوره. خلي بالك، انا ما بحبش الكوره. انت عايز تخش في الستات وفي الخيانات ولا خيانه بقى؟ يعني طيب استاذ محمد، انت كتبت مجموعه سلاسل ومجموعه مدونات حلوه قوي. انا عن نفسي اقتحمت صفحه حضرتك ودخلت تمام. ففي كذا حاجه لفتت نظري، زي بوست مثلا الزوج الخاين. انا مش هقول انا قريت ايه، انا هخلي حضرتك انت اللي تفسر ايه. بصي، هو موضوع الزوج الخاين ده انا يمكن كتبت فيه مجموعه بوستات كتير قوي في سلسله ربوا عيالكم، وفي سلسله ايه الحاجات اللي موجوده في الراجل، لو لقيتيها في الراجل ما تتجوزيهوش من الاول بقى كده. تمام. يعني لو انت الراجل ده ملوش كبير انسي. حلو. خالص. يعني وطبعا الكلام ده كله لكل قاعده شواذ، عشان بس ما حدش يطلع يقول لك ايه لا هو في 1%. ماشي يا عم خلاص، بس ولكن احنا بنتكلم على النسبه الاكبر. فلما يبقى الراجل اللي عندك في فتره الخطوبه انت حسيتي انه ملوش كبير وما بيسمعش لكبير وخلاص هو ما بيمشيش غير رايه، فلا ده ابعدي عنه تماما. راجل عنده علاقات، في فرق كبير جدا. انا يمكن الناس برضو ما بتفهمش للاسف، الستات بتدخل في البوست ياخد كلمة، تاخد كلمتين ثلاثه اللي هي عايزاهم وتبدا تعمل عليهم كومنت كبير جدا تشتمني فيه. ويمكن انت خدت بالك من الكومنتس اللي كانت موجوده. فالنهارده انت الراجل الخاين حضرتك علاقات علاقات عامل علاقات، لا ده سيبك منه خالص. طب راجل عنده نزوات، كل الرجاله في الدنيا تقريبا عندهم نزوات، شهادة. ولكن بليميتس معينه. شهاده. تمام. لما تصدق انت اللي صدرت نفسك. انا ماليش دعوه، انا قاعد ساكت اهو. تقدر تمسك في الحته دي. هي وشهاده شاهد من اهلها. انت اللي حطيتها. بص لا، هو خليني اقول لك بليميتس معينه. طبعا طبعا في رجاله محترمه فروم اي تو زي. كتير. طبعا. انا والدي واحد من الناس سبحان الله، يا ربنا يبارك فيه يا رب ويديله الصحه والعافيه. عمره في حياته اصلا ما قعد على كافيه وشرب قهوه. لا ما هو مش قعد ولا شرب شاي. لا انا مش قعد على كافيه وقهوه، في حاجه احنا بنتكلم في حاجه تانية بقى. طيب انت عايزه تتكلمي في الحته بتاعه الخيانات والكلام ده كله. انا يمكن البوست اللي انا كتبته وانت قريتيه معايا ان انا بوجه مجموعه نصايح للست اللي جوزها بيعمل نزوات. أيوة. او نزوه مش خيانات. تمام. فانت النهارده اولا انا قلت اول حاجه ان انت ما ينفعش ان انت تدخلي طرف ثالث من الاول. تمام. يعني طرف ثالث ان انت تحكي لوالدتك او تحكي لوالدك، يعني حصل مشكله من بينك وبين جوزك ما تدخليش حد خالص. مظبوط. العلاقه المشكله بينك وبين جوزك بس. مظبوط. اتفاهموا مع بعض. اول حاجه بقى ما تواجهوش. طبعا انا عارف ان الموضوع صعب جدا، عشان بس يعني صعب ان الست بتكوينها وخلقتها ان هي تستحمل حاجه زي كده. الموضوع بالنسبه لها لو واجهته استاذ محمد ايه النتيجه؟ ما هي لو واجهته بقى هيقلب الترابيزه عليها. يعني نادرا لما هتلاقي راجل لما هتواجهيه هيعتذر. موجود كده. موجود طبعا، ولكن نادرا. هيعمل ايه؟ هو حاسس ان هو في موقف ضعف فهو هيبدا يهاجم. فاحنا مش عايزين يوصل للمرحله دي. بالعكس، انا عايزك تبداي تعالجيه وتبداي تحتوي الموضوع بالراحه، لان هو النهارده في واحده هتخطفه منك، فيا اما انت تخسري المعركه دي يا اما تكسبيها. تمام. يا اما تكسبي بيتك وتكسبي اولادك وتكسبي جوزك وترجعيه تاني لبيتك، لان هو هيرجع خدي بالك. ولكن انا ما اديش فرصه بقى للست اللي بره دي ان هي تجيبه. طيب انا النهارده هقدر احتويه او هو يروح لها او ما وات ايفر، هما الاثنين بيقربوا من بعض. بالزبط. يعني هي علاقه طرديه مع بعض. ولكن احنا النهارده اهم حاجه عندي ان انت ما تسيبيهوش يروح.
فحاولي على قد ما تقدري اول حاجه ما تواجهوش، تمام. تاني حاجه ما تدخليش طرف تاني في الموضوع، حاولي تحلي المشاكل جوه البيت. لو كان هو بيتضايق مثلا من اي حاجه، اي تفاصيل بقى، يعني وقت ما البني ادم بيبقى متضايق او الراجل بيبقى متضايق، اي تفصيله قدامه بتضايقه. يعني انا واحد من الناس مثلا ما بحبش كوبايه الشاي بعد ما اخلصها احطها على الترابيزه فتعلم. انا ما بحبش كده. فدي مثلا ممكن لما ابقى متنرفز ومتضايق اتلكك. استاذ محمد، وهي الست يبقى عندها طاقه ان هي تبقى عارفه ان جوزها بيعمل كده، وكمان معلش انا بقول لك انا بقول عليها تحافظ عليها عشان ما توصلوش لمرحله. ما انا بقول لك الاهتمام ما بيختلفش، الموضوع صعب عشان هي في الاخر هي في الاخر صدقيني الريزلت هتبقى ان جوزها هيرجع لها تاني. تمام، يعني احنا وصدقيني بعد هي اللي بعد كل اللي هي هتعمله ده والله هيرجع لها تاني وهيعتذر. خلاص يبقى احنا يعني مع حضرتك في الخطوات اللي قلت عليها. مظبوط. والست تقعد تسمع الكلام ده عشان نشوف النتيجه فعلا هتبقى ايه. مظبوط. خدي بالك برضو الكلام ده ممكن يسري على زوجه وزوجه تانيه لا. يعني مش كل الزوجات. انا بتكلم في الستاندرد اللي هو بنتكلم مثلا في 50-60% من الرجاله. اللي انا لما قعدت دايما، يعني انا اللي كنت لسه كنت بقول لك ان انا اشتركت في مشاكل كتيره جدا، حاولت ان انا اجعل اكون سبب في ان انا احلها ما بين زوج وزوجه، هو دي دايما اللي بتبقى المشاكل. ان هي استعجلت وواجهته فحصل كلاش خناقه. وهو خدي بالك الشيطان اكتر حاجه عنده في الدنيا انه يفرق او ينقض الميثاق ما بين الزوج والزوجه. بالزبط. ان راجل يطلق مراته دي بالنسبه له فرحة. يعني فرحه. ما بعدها فرحه. انا يعني من ضمن الحاجات المقتفاه من اللي سمعناها في يعني فيما معناه ان الشيطان الاكبر بيقرب من مجلسه. مظبوط. اي حد ينقض ميثاق ربنا. بالظبط. يعني عايز اقول لك ان هو انا خليت فلان يكذب النهارده يقول له لا اركن انت على جنب. انا خليت فلان يسرق النهارده لا اركن انت على جنب. طب انا خليت واحد يطلق مراته النهارده لا تعالى قربه من انت اقرب حد ليا. فتخيل ان ده اكتر حاجه الشيطان. فهيبدا ينفخ بقى، يعني الشيطان هيبدا في ينفخ فيك وانتوا الاثنين وقت المشكله. فعشان كده انا حتى دايما بقول يا جماعه ايه وقت المشكله نبعد. يعني مش نبعد مسافه الامن. لا هي ممكن تقعد في الصاله وانت تقعد في اوضه النوم تنزل تشرب يعني حاجه. ما تواجهوش، ما تدخلش حد بينهم. طبعا. تالت حاجه بقى تشوف ايه المشاكل اللي بتضايقه او ايه الحاجات اللي بتضايقه ما تعملهاش. تمام. وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي هو بيحبها وتبدا تعملها. ده ايه الدلع ده؟ انت كده بتقول للرجاله والله صدقيني طيب انا مش بقول كده صدقيني. لا انا معاك للاخر. انا يهمني في الاخر حاجه واحده. ان هما ما يتطلقوش ويرجع وان هي تحافظ على بيتها. تمام. اوكي. حضرتك شايفه ان انت لا في ستات تقول لك في ست يغور ويعمل خلاص حضرتك اتفضلي. يعني حضرتك اتفضلي اتطلقي وعودي. وحضرتك هتلفي بقى على واحد تاني مثلا متزوج عشان تتزوجيه او واحد أعترض. مطلق تتجوزي منه. لا اعترض. طب هقولي لي السيناريو هيمشي ازاي. لا اعترض. قولي لي السيناريو هيمشي ازاي. انا لو انا اللي معايا ده لو مش مقدرني اوكي خلاص انا مش حته بقى ان انا هتطلق يبقى انا لازم اروح ادور على حد تاني. لا انا خلاص اتطلقت. يعني معنى كده ان انا رفضت العلاقه دي. حلو. رفضت الاسلوب ده، رفضت ان انت مش مهتم بيا، يبقى انا خلاص انا اللي هيجي يقدرني ويعرف امتي اهلا وسهلا. مش هيجي يقدرني سواء بقى ويتفر بقى متجوز مش متجوز. انا مش بدور على حاجه زي كده. مداخله مننا بصفتي احد الجمهور. انا يعني مستمتع الزكوري. احد الجمهور الزكوري. مستمتع بصراحه بالحرب. عايز اقول لك ان البدايات دايما جميله. اللي هيدخل يعني مش عايز اعمم برضو بس الثقافه العامه اللي انتشرت فتره وابتدى دلوقتي حتى يعني احنا كنا بنبروز دور المراه اللي اتخذت قرار الانفصال دي حد اختار حياته صح وقرر القرار الصح وشاف ان في حاله استحاله العشره والكلام ده اللي قلناه المره اللي فاتت فخدت القرار الصح. بس رغم في جزئيه عارف ان هو في عقبات وراه في جزئيه بس هي خلاص الجزئيه دي ان البدايات حلوه. هو اللي هيجي مفيش واحد بيدخل من بدايه الكلام بيجيب كل يعني بيبقى قالع الماسك خالص وانا وكوبايه مش عارف اللي ما لا بتعلمش والكلام ده من البدايات. انا جاي معاك. المفروض تبقى راجل عاقل. انا جاي معاك. انا هسلمك. بص انا هسلمك راجل بتلكك. بص انا خلي بالك انا مش بقول عليك. انا مش بقول عليك بس انا بتكلم ان جزئيه لان النهارده بالليل هتلاقي الفيديوهات دي متقطعه كده ونازله على السوشيال ميديا وبيشتموني. انا يعني انا هسلمك انت الرد بس انا بتكلم على جزئيه ان احنا من البدايات عمره ما هيجي يقول واوقات بتبقى مدخل بصراحه. بص انا بكشف في الورق على المكشوف. خلي بالك انا عصبي انا استحملك يا حبيبي.
خلي بالك انا بحب مش عارف ايه جنب ايه انا عينيا يا روح قلبي. خلي بالك انا ما بعرفش اطبخ. انا اطبخ لا ما موضوع الطبيخ ده على فكره انا 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 واحد من الناس نانسي مراتي ما كانتش بتعرف تطبخ. طب نقول لها التحيه الاول تحيه طبعا لانه ورا يعني كل راجل عظيم دي اكتر واحده وقفت جنبي واكتر واحده يعني انا بحبها في الدنيا وهي عارفه الكلام ده كويس. بحييكي يا استاذه نانسي. نانسي دكتوره نانسي بحييكي يا دكتوره بجد ان في زوج بيشكر في مراته كده لان نادر قوي نادر. لا طبعا ولا تنسى الفضل بينكم. لا 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 ربنا يبارك لك فيها يا رب. هي استحملتني فترة طويلة جدا. أنا من النوع اللي كنت عصبي جدا جدا ولسه أنا كنت كاتب بوست على الكلام ده. لا 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 أنا كنت عصبي بطريقة مش طبيعية يعني ممكن أكسر حاجات. كنت عصبي جدا جدا ويمكن أنا حتى لسه كنت كاتب بوست أول امبارح إن أنا سألت كذا شيخ إيه حلها؟ فقال لك ما عندناش حاجة في الدين أو في القرآن بتقول إن في حل للعصبية دي. تمام. فدي كانت بدايتي بقى سنة 2016 لما بدأت ان انا مجموعة من الناس تشدني في حتة ان انا ابدأ اساعد الناس وادخل في العمل الخيري. ودي كانت من الحاجات اللي صدقيني اثرت فيا 180 درجة في ان انا بقيت بتعصب بس مش ما بقاش اسمي عصبي. اسم كلمة عصبي دي عصبي عمال على بطال. دخلت البيت لقيت مش عارف ايه اتعصب اتخانق. دخلت لقيت الاكل ناقص ملح اتخانق. دخلت لقيت الاولاد شعرهم متنحكش اتخانق. دي كلمه عصبي. لكن ان انت توصل لمرحله ان انت بعد مراحل كتير قوي ممكن مره في الشهر او شهرين تتعصب. هو ده بقى اللي انا كنت بتكلم مع الناس عليه ان مفيش حاجه مستحيله. كل حاجة بالتعود تقدر تعملها لأن حضرتك تم احتكاكك بالمشاكل وبالمواضيع فعرفت المشاكل طبعا. لا 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 وبدأت أشوف واطلع على ناس يعني ظروفهم يا جماعة. لسه كنت بتكلم لما عز ابني يتخبط أول امبارح وأنت كلمتني ومراتي قلت لها عادي يعني ما يعني إحنا الحمد لله الطفل خد 4-5 غرز وخدناه وروحنا البيت. قضاء وقدر والحمد لله عدت على خير. مش مستاهلة ان احنا نكبر الموضوع قوي. طبعا الخضة والرهبة والكلام ده كله. ولكن لما تيجي بقى تشوفي ناس الاب عنده كانسر والام عندها فشل كلوي وعندهم 5 اولاد وفوق ده كله ما معهوش ثمن الدواء. فشوفي احنا فين. شوفي ربنا كرمنا ازاي ونعم ربنا علينا عامله ازاي واحنا مش حاسين بيه. ده احنا يوم الشغل الطبيعي اللي كان فيه هدك وفيه زحمه وفيه خناقه وفيه قرف كان بالنسبه لنا نعمه. احنا النهارده دلوقتي فعلا نعمه. احنا النهارده حتى انت لو بتاخدي الباقي من الدليفري اللي جايب لك الاكل بقعد ارش الفلوس. كان عندنا نعمه للأسف. اسمها اخد الفلوس احطها في جيبي. بالظبط. انت فاهماني نعمه ان انت لما تقابل حد تسلم عليه مش خايف ان انت تمد ايدك. مظبوط. انت النهارده بتقابل باباك ومامتك مش عارف تبوسهم. بالظبط. يعني انت مش عارف تحضن باباك ومامتك وتبوسهم ليه؟ النهارده دي كانت نعمه من ضمن النعم علينا ما بقتش موجوده. فاللي انا بتكلم فيه بقول يا جماعه حطوا لنفسكم ستاندرد في الاخلاق. انت بتكذب كل البشريه بتكذب. حط لنفسك بقى ستاندرد وعود نفسك ان انت ما تكذبش مره في الثانيه في الثالثه. صدقني انت لما ربنا سبحانه وتعالى يلاقيك انت انا ما كذبتش يا رب عشان خاطرك هيعديك منها. فما كدبتش المره دي كمان عشان خاطرك برضه يعني يشتغل على نفسه. طبعا لازم لازم تشتغل على نفسه. مفيش بني ادم خدي بالك هو في بني ادم عارف عيوبه استاذ محمد فضل. في بني ادم عارف عيوبه كويس. كل البني ادمين عارفين عيوبه بس في مش ناس معترفين. طبعا في ناس ما بتعترفش بيها وفي ناس بتعترف بيها وبيشتغل عليها وبيصلحها. بالظبط. ده البني ادم السوي طبعًا. ده اللي بنقول عليه البني ادم السوي. وخدي بالك برضه معظم الناس عندها بعض المشاكل النفسيه لان احنا خدي بالك يعني احنا حوالينا ناس غير اسوياء. في ناس كتيره حواليكي غير اسوياء. ناس بتحقد وناس بتتكلم عليكي وناس بتشتم فيكي وناس شايفاكي ناجحه فعايزه توقعك وناس عايزه تعلي عليكي كل الكلام ده انت لازم تبدا تدرب نفسك عليه. انت سمعت خلاص الاتزان. خلاص الاتزان النفسي اللي هو حقك هيجيلك. وانا انا شفت الكلام ده ويمكن انا بقول الكلام ده عن قناعه لان انا عديت بيه زمان كتير قوي. انا كان عندي حاجه من الحاجات غير العصبيه ان انا ما بعرفش اسامح. يعني انا والدي ووالدتي واختي ومراتي قاعدين بيسمعوني دلوقتي. انا يوم خطوبتي عملت مشكله واتخانقت خناقه كبيره جدا بسبب ان المكواجي حرق لي البدله بتاعتي بدلة الخطوبة. طب هي دكتورة هي نانسي بقى لما شافت حاجة زي كده ايه انت لسه بتقولي دلوقتي الواحدة المفروض لما تيجي تبقى جاية على الجواز تبقى شايفة اللي قدامها. نانسي انا مربيها على ايدي. طب يعني زوجتي انا واخدها من تانية ثانوي واعرفها. هي تعتبر اخت صديق ليا عزيز وانا كنت اعرفها من تانية ثانوي وكنت متابعها وحاطط عيني عليها من وهي في تانية ثانوي لحد ما دخلت كلية صيدلة واجتهدت وتخرجت من صيدلة. وبعد كده الحمد لله ربنا اكرمنا. عايز اقول لك انا اتقدمت لها 3 مرات واترفضت وفي الرابعة اتجوزتها. سبحان الله. وقلت لهم مش هسيبها هاخدها برضه. طيب ما تسيبهاش منه.
لا ايه ده هو خلاص بعد بكلمه بره بقول له بقول لك ايه انت نظبط الدنيا انت تبقى معانا ثابت يا باشا انا معاك احنا في كلام عايزين نقوله انا قلت لك بره اي حاجه انا معاك في اي وقت استاذ محمد الدالي اولا نورت الدنيا كلها ربنا يخليك يا رب شرفتنا كنت النهارده ضيف عزيز وغالي علينا نيابه عن اسره القناه واسره البرنامج ايه ده مش هتدوني فلوس هم قالوا لي على الفيسبوك هتاخد 50000 جنيه النهارده دولار هقبض بالدولار 50000 جنيه دولار لا دي شهاده تقدير حبيبي ما تحرمش منك يا رب ربنا يخليك شرفتنا يا استاذ محمد ومستنيين البوستات لحضرتك اللي انا هاخدها منك واشيرها على راسي عشان الستات اللي عندي بيحبوا الكلام ده وبيحبوا يسمعوه عشان يديهم قول لهم يهدوا بس يهدوا لا هم هاديين خدوا الامور بهدوء بس عشان كتر الهدوء يعني مجموعه من الستات على السوشيال ميديا كده قاعدين 24 ساعه ما وراهمش غير ان هم الستات غلابه يا رب خير انت بس احنا بعتنا التوصيه هم غلابه جدا يا دكتور محمد احنا الوحشين قوي أعزائي المشاهدين فاصل ومعانا ليكم بومبونية كده فاصل في النص كده بين الفقرة اللي بعد اللي جاية المهمة استنونا كده معانا إيه الورد 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 يلا بينا نطلع